عندي بقى جزر وبطاطا وجنزبيل اهو، يجي اهو الحاجة اللي ايه هندي طعم بيها وفايدة، بس مش جنزبيل كتير يعني، هوريكوا على طرف المعلقة يعني، رشة مش معلقة، رشة كده، رشة يا هدى يعني، ها يعني اه. وتوم وزيت زيتون ولوز واوراق كزبره وميه سخنه وملح وفلفل. طيب نشوف بس كده التدريج اللي هنمشي بيه علشان مش ده التدريج الطبيعي. وجزر معاهم الكزبره الخضراء. ادي كده 6 شهور يا جماعه، كبرنا شويه بقينا 8 9، هنزل 2 3 من اللوز عشان اخد فايدته. عدينا 9 شهور ودخلنا في السنه، هحط على طرف المعلقه جنزبيل، ثوم مفروم، فص ثوم مفروم، نقطه ميه سخنه، وبعدين اضرب الكلام ده كله مع بعض.